هذه القلعة لها أهمية استراتيجية كبرى على مر التاريخ، ولو وقفت هنا وألقيت نظرة لوجدت أن أمامك جبل الشيخ، وعلى مرمى العين فلسطين. يعني ولو كان الطقس جيدا صافيا لربما رأيت منطقة طبرية، هذه أيضا أجزاء من جنوب لبنان، مرج عيون المحاذية لفلسطين. القلعة هي أرض لبنانية ولكن الأرض الأقرب إلى فلسطين. الهدف من وجود المقاتل الفلسطيني بقلعة شقيف أن يرى فلسطين وأن يحرر فلسطين. تنظيم بحركة فتح دائما كانت مهمته دعم القوات العسكرية حيث تدعو الحاجة، إضافة إلى أنه بحالات يعني الاستنفار القصوى كانت القوات تحتاج إلى دعم من التنظيم، فكان التنظيم يرسل يعني حسب الاحتياجات إلى هذه القلعة أو أي موقع آخر. هلأ إضافة إلى ذلك العلاقة مع القلعة احتاجت إلى أيام عمل، لأنه كان في ورشة تدشيم وتحصين للقلعة، لأنه كانت تعرضت سابقا إلى عمليات قصف وعمليات إنزال إسرائيلي أثرت على قوة وتواصل داخل أجزاء القلعة، وبالتالي التنظيم ساهم بإرسال أيام عمل كانوا يجوا من الصبح حتى المساء وبشكل دائم للتحصين والتدشيم وحفر الأنفاق داخل القلعة. هذه المنطقة كانت منطقة عمليات كتيبة الجرمق، وبالتالي التنظيم يرسل الدعم إلى الكتيبة وهي التي تحدد الموقع الذي يحتاج إلى دعم. يعني قد يكون الفصيل أو السرية التي ترسل إلى قلعة الشقيف، وقد يتم وضعها في يحمر أو أرنون أو في كفر تبنيد أو في علي الطاهر. الكتيبة هي التي تعرف يعني حجم الانتشار الخاص بها، وهي التي تحدد بالتالي موقع التنظيم في أي مكان يجب أن يكون عمله وخدمته. أول مرة احنا جينا على القلعة سنة 80، كنا احنا مجموعة أشبال، تلقينا تعليمات. طبعا كنا احنا متحمسين جدا لنطلع نقاتل، لنطلع نشارك في المعارك، فكان في إصرار وإلحاح. القيادة بهذاك الوقت كانوا في شيء مسمينه تعايش، لاني باخذ الطلاب الى المواقع العسكريه، باخذ الاشبال الى المواقع العسكريه، بيقضوا كم يوم. فاول مره احنا اجينا على القلعه بسنه 80 تقديري بشهر 3 او شهر 4. فقضينا احنا هون، كنا مسموح اننا نضلنا من الصبح بالقلعه لليل، بعد هيك بتم عودتنا الى مكان اللي كنا موجودين فيه. ثاني يوم نرجع نطلع نفس الشيء الصبح بكير، منضلنا لاخر النهار لليل لنفل. كانت اول مره بسنه 80، وكانت فيني اقول لك انه هي الاجمل. كان منطقه انتشار كتيبه شهداء ايلول هي منطقه صيدا، وفي العام 81 تقريبا تم الحاق فصيل دبابات في منطقه النبطيه لكتيبة الجرمق، حيث كان هناك اشتداد للمعارك ما بين كتيبة الجرمق والعدو الإسرائيلي ومجموعات لحد آنذاك. وكان لنا دور كبير بمساندة إخواننا في كافة قطاعات المواجهة مع العدو الإسرائيلي، وخاصة في منطقة شقيف وحرش النبي طاهر وأيضا منطقة العيشية. كل يوم نعتبرها كل يوم معركة، لأنه ما في يوم ما كان في قصف كان مدفعي أو طيران لقلعة شقيف. كانت مهمتي لاسلكي، بس برضو لازم يكون معي سلاحي. يعني أنا كنت على جهاز الركال اللي هو كان يعني الجهاز اللي المفروض الشيء الرئيسي بالمحطة اللاسلكي، وكان مع سلاحي طبعا جعبتي كلاشينكوف مع الجهاز، لما نضطر ننتشر مثلا نحطه على ظهري، الجعبة تكون قدامي، الكلاشينا كمان على ظهري، والبطارية حملتها بإيدي، لما ننتشر يكون في يعني خوف ليكون قصف أو شيء.
فكانت هي اتصال بين فصائل الكتيبة. على قلعة الشيف اجيت انا ب 78، لانه لما صارت حرب 78 ورجعوا القوات الفدائية لورا بعد الليطاني، لانه هي وصلت للليطاني، هلا صاروا كلهم بهاي المنطقة. هلا ب 78 برغم اني كنت حامل بابني، كان لي 5 شهور، واجت كتيبة الجرماء، كان في علاقة بيننا وبين الجرماء نحن، يعني انه دائما نحن ويون. فلما اجت كتيبة الجرماء حطت بالسيحن قيادة الكتيبة ووزعت فصائل على المنطقة، منهم جابت وحدة على الزراري اسمها وحدة الشهيد ابو خالد جورج. عندنا موقع، عندنا 3 مواقع، وعندنا إدارة كتيبة. فأنا استلمت بإدارة الكتيبة وإدارة الوحدة إنه هاي الأجهزة لتابع مع كتيبة الجرماء. يعني أولاً إحنا لما كنا نطلع على القلعة أو لما كنا نداوم، يعني إحنا ما بنعتبر حالنا اليوم من الأيام إنه إحنا كنا أطفال، إنه إحنا كنا أشبال. يعني إحنا من لما التحقنا بالثورة الفلسطينية التحقنا مقاتلين فدائيين مؤمنين إنه في واجب علينا إنه إحنا لازم نحرر فلسطين. ولما كنا نسمع عن البطولات اللي هي بقلعة شقيف وتحديدا بكل المناطق المتاخمة لحدود فلسطين، كان يكون في عنا شوء أكبر. شوف، بتاريخ الثورة الفلسطينية لم تحصل معركة إلا وكان ياسر عرفات بقلبها، ولذلك كانت القيادة في المرحلة الأخيرة مستشعرة أن هناك عدوانا ما سيحصل، وبالتالي كان هناك زيارات دائمة للقيادة، سواء الأخ أبو عمار، الأخ أبو جهاد، الأخ أبو الوليد سعد صايل، كل القيادة العسكرية كانت تزور الكتائب العسكرية وتضعها في أجواء التحديات المقبلة وتؤمن لها عناصر الصمود، لسيما في قضايا التذخير والتموين وغير ذلك. وبهذا الإطار بيجي أنه قلعة الشقيف كانت قد زودت قبل ذلك، قبل العدوان، بكل ما تحتاجه من عوامل الصمود والقتال في الذخيرة في التموين، ولذلك قاتلت فترة طويلة من الوقت دون أن تحتاج إلى شيء من الدعم، لأنه كل شيء كان مؤمن داخل القلعة. كنا دائما قبل الاجتياح مثلا يكون الشباب عم يعملوا خنادق تعبانين، فنروح نطبخ، نروح نساعدهم بأي شيء، يعني نحن مش بس لسلكي، يعني كان يطلب مننا مهم الأخ علي الله يرحمه الأخ علي بالطوع أنه اطلعوا اطبخوا اليوم طبخة الفلانية جاية على بالنا الشباب، نطلع نعمل نساعد يعني بأي شيء، عرفت كيف؟ فلما يصير القصف أو يصير الطيران نحاول أنه ما ينقطع الاتصال بيناتنا، لأنه كثير كان يركزوا على القلعة. بقلعة الشيف دور المرأة، في الأخوات اللي ببيروت كانوا إنه يساعدوا تعبيتك ياسر رمل، يطلعوا يعملوا زيارة للشباب، ياخذوا لهم حلو، ياخذوا لهم يعني حسب ما يتوفر عندهم، مني مش بحاجة لتمويل، بس ياخذوا إشي هيك رمزية ويطلعوا للشباب. لدينا دبابات تؤتمر بأمرة قائد الكتيبة الملحقين لديهم، وعندما كان يصدر لنا تعليمات كنا نشتبك مع العدو لنخفف عن إخواننا في قلعة أشقيف، حيث هم يمثلوا القاعدة المتقدمة للقوات المنتشرة على هذا الخط من الجبهة. كان الهدف من أنه إحنا نطلع على قلعة شقيف أو على أي منطقة متقدمة أنه يكون في تلاحم قتالي بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هني لما كانوا طلعونا على القلعة كان عندي هدف أنه عملية تدريب الشبل الفدائي الفلسطيني اللي هو بعده عمره 8 سنين و10 سنين و11 سنة، كيف ممكن يكون مقاتل شرس. أحد أهم أسباب طموحنا نكون بالقلعة أنه الإسرائيليين يحاولوا يقتحموا أو يقاتلوا الفداء الفلسطيني وإحنا موجودين ليكون إلنا فرصة نقاتل الاحتلال. كان الفلسطيني يرى أن فلسطين أقرب إليه من حبل الوريد، ولذلك كان يعلم أن وجوده هنا يستتبع عملا إسرائيليا دائما لإبعاده إلى أبعد نقطة ممكنة، لأن هكذا كان يدور الصراع. كانوا يحكوا لنا المقاتلين اللي كانوا هون عن المعركة اللي صارت تحديدا، الإنزال القوي اللي صار ب 19/8/1980، اللي بهذا الإنزال الاحتلال الإسرائيلي ما قدر أصلا يوصل إلى قلعة شقيف، وصل على أطراف بلدة أرنون
ودالت معركة شرسة جدا 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 مع المقاتلين الفلسطينيين اللي هن بداخل القلعة واللي هن بكفر تبنيت واللي هن بالمواقع المطلة على القلعة. وكل الروايات اللي كنا نسمعها من المقاتلين اللي كانوا موجودين هون انه صريخ الإسرائيليين جنود الاحتلال الإسرائيلي ضباط الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى اللي نزلوا فيها بدأوا يطلبوا بالنجدة لأنه كانت المعركة بطولية للمقاتلين الفلسطينيين. صار الهجوم على القلعة. قبل ما يصير الهجوم على القلعة إسرائيل بلشت تنزل بمواقع تانية، مثلاً نزلت أول شيء بشوكي قبل ما تنزل يعني صار في تقطع للمناطق، مثلاً نزلوا بالكفور قبل ما ينزلوا بالنبطية، الكفور بعد النبطية، عرفت كيف؟ صار في بس القلعة ظلوا صامدين لأنه مش بسهولة يعني يمكن احتلت المنطقة كلها اللي قدرت تفوت على القلعة. لما فاتت إسرائيل ضغطت كل المحطات اللي بالمنطقة لسلكي، ما عاد فيك تتصلي مع حدا، يعني لا ابو يوسف النجار ولا الاوسط ولا حدا، سكرت لهم كل المحطات. بقيت المحطه الوحيده اللي هي عندي هون بالبيت، صرت اخذ عني اتصل بالشباب، الاخ راسم الشهيد راسم وابو حديد ومع الاخ علي ابو طوق ومع الاخ ابو الفتح، صرت اتصل فيهم واخذ معلومات منهم واتصل بالعمليات المركزيه، أعطي للعمليات المركزية شو عم بيصير بقلعة الشيخ، والعمليات المركزية تعطيني كمان إحداثيات لوصلها لكتيبة الجرم. نزلوا عملوا إنزال بالهليكوبتر بالليل تمهيداً، أجي الطيران الحربي بلش قصف كل المواقع، كان بالقلعة، كان بحرش النبي طاهر، كان بالنبطية، بأرنون، كفر تبنيت، كل المناطق كانت تتعرض لقصف شديد الطيران الحربي. خلال الطيران الحربي كانت عملية الإنزال تنزل على طراف أرنون. رغم كثافة القصف في الطيران ورغم كثافة القصف المدفعي الذي كان يعتقد أن الإسرائيلي أمام هذا القصف لابد أن يكون جميع الذين في القلعة قد فروا أو استسلموا، فإذا به يجد أن الجميع قد قاتلوا حتى الطلقة الأخيرة واستشهدوا موقعين بالعدو. أكبر خسائر ممكن أن تقع بهذا العدو ومقاتلين لآخر فترة، يعني منذ لحظة القصف لهذه القلعة، عمليات التقدم البرية، كل ذلك كان يتحطم أمام إرادة هؤلاء الإخوان، ولم يستطع الاحتلال أن يدخل هذه القلعة إلا بعد أن استشهدوا جميعا. احنا كانت دشمي خارج القلعة، حد القلعة يعني بلزقها بس بالدشمي اللي خارج القلعة، وخلال المعركة يعني تعتبر دشمي من القلعة من اللي كنت موجود فيها. كانت المعركة اللي صارت بين وبين غزاة الصهاينة، كانت حد نفق، بدي أسميه نفق الأخ علي أبو طوق اللي حفرناه. احنا كنا نتصدع لهم طبعا، احنا عاملين كمائن بالليل، كان في رشاشات هون بالقلعة كانت تتصدى لهم، يعني كانت معركة مش يعني. صار قتال يعني
بالسلاح الأبيض، وصل حتى السلاح الأبيض اللي صار بالقتال بالقلعة بالسلاح الأبيض. ولا تحت إذا بننزل بورجيكي وين صار بالضبط. يعني اليهود استعملوا الغازات، لو ما استعملوا الغازات يعني كان المعركة كثير طولت. استعملوا غازات يعني صرنا نضطر نشلح البروتيل ونعبيه مي ونحطه على الأنف الواحد عشان ما يستنشق الغاز. يعني كان عدد المقاتلين بالقلعة ليلة الإنزال أو ليلة الهجوم على القلعة، مش الإنزال، لأنهم هم أجونا من اتجاه النبطي اتجاه أرنون، ما أجوا من اتجاه الخردة لتحت. كان عدد المقاتلين من حركة فتح شيء 19 شاب، ويعني كلهم استشهدوا إلا أنا وشاب ثاني. رجعنا ورا ونزلنا باتجاههم يعني باتجاه مرج عيون والقلاع، ونزلنا على النهر وانسحبنا حتى وصلنا القاسمية. المنطقة كانت كلياتها غرف، كانت القلعة كبيرة فوق، فأعتقد هنا في عنا 4 شهداء كانوا هون موجودين بهاي المنطقة. في هاي كمان حدك هون البيت كمان كان كله مسكر، فلما قصف الطيران نزل البيت كله عليهم. هذا بعد المنظر اللي شايفينه، هاي القلعة يعني فيك تقول نص القلعة، القلعة دمرت. وهذا كانت عبارة عن خزان مي يوزع للقلعة كلها، تجميع مياه الأمطار وكذا. كمان أعتقد أنه كانوا في شهداء 2 في الخزان تحت وما زالوا. هذا المنظر اللي شايفينه، هذا نص القلعة بعد مئات قصف الطيران اللي تعرضت له القلعة. هاي بعض الصواريخ الـ F-16 اللي انضربت عليها وما انفجر يعني، أو انفجر نصه. طبعاً إحنا هون كان إحنا إن مربط دوشكا على هاي المنطقة هون على هاي التلة، كانت غرفة طبعاً ومسكرة، فخلال القصف كله تدمر هاي المنطقة. هاي المغر اللي شايفينها هون، هاي كانت 5 أمتار لقدام يعني، تدمرت من القصف صارت صغيرة. هاي كنا نستعملها يعني نحط التموين فيها ونحط الذخائر والشغلات اللي زي مستودع. هاي المغر اللي هون موجودة كانت مطبخ ومستودع المواد الغذائية. هذا النفق اللي عملته كتيبة الجرمك حركة فتح، اللي قعدنا حوالي 6 أشهر وإحنا نشتغل فيه. هذا النفق يمتد إلى داخل القلعة. هون المعركة الأساسية اللي صارت بهذا النفق. إسرائيل كانت هنا أكثر من 20 جثة وجريح يصرخوا صريخهم وصل أرنون من هذا النفق، ما قدروا إلا لجابوا غاز حطوه بهذا بداخل هذا النفق، غازات سامة. يعني بعض الشهداء هون وجدوا لا يوجد فيهم جرح، فقط من الغازات السامة. هم لا يختصروا فقط تاريخ فلسطيني، لأنه من الشهداء في لبنانيين، في فلسطينيين، في يمنيين، وبالتالي هو يعني هذا الصمود، هذا القتال في هذه المنطقة يلخص تاريخ الأمة اللي بعد سقوط القلعة جاء أيضا من يحرر هذه القلعة. جاءت المقاومة الوطنية، جاءت أفواج المقاومة، جاءت ختام المسك مع المقاومة الإسلامية، بحيث أن هذه القلعة اللي أصبحت موقع إسرائيلي في لحظة ما تحولت إلى كابوس نتيجة العمليات المتكررة والخسائر اللي كانت تلحق بالعدو الإسرائيلي. بعد ما يقارب 3 أشهر من احتلال القلعة، كل الدنيا علمت بذلك الوقت أنه استطاعت مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين إعادة تحرير القلعة والسيطرة على القلعة لمدة 6 ساعات. ليش منقول 6 ساعات؟ لأنه كان صوت الرصاص يسمع لفترة 6 ساعات، بعد 6 ساعات لم يسمع أي صوت للرصاص. تمكنوا المقاتلين سيطرة كاملة الفدائيين هذه المجموعة على القلعة لمدة 6 ساعات، وكان عدد كبير من القتلى الإسرائيل. وحسب رواية اللي سربت أنه ولا جندي إسرائيلي كان موجود في القلعة إلا قتل،
العدو الإسرائيلي ربما أكثر طرف تحدث عن هذه المعركة. ساعة أسماها شبح، ساعة أسماها منطقة الرعب والخوف، حتى أن الإسرائيليين أنتجوا فيلما سينمائيا يحاكي أوجاعهم وهزيمتهم في هذه القلعة. لو لم يكن هناك بطولات سجلت في هذه القلعة لما كنا نحن الآن نقف في هذا المكان لنمجد هذه القلعة وهذه العناوين التي يأتي في طليعتها أخ عزيز يجب أن نذكره، الأخ علي أبو طوق الحاضر الدائم في عمليات التدشيم والتحصين والمواجهات. على امتداد التاريخ أعتقد شكلت خلاصة قرار الأمة بطرد الغزاة وبقاءنا نحن أهل هذه الأرض فوق هذه الأرض أسياد هذه الأرض. أنا العربي مفتاح الجهاد وراعي النبض في قلب الحصاد. أنا العربي مفتاح الجهاد وراعي النبض في قلب الحصاد. عزيز الروح عزيز الروح عزيز الروح عزيز الروح عزيز الروح لي أمس مجيد ولي فجر من الأمجاد آتي ويحدث أن تكون الريح ضدي.